السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم خصائص الموجات للصف 11 علمي منهج دولة الإمارات العربية المتحدة العام الدراسي 2012-2013. مؤشرات لدى هي النقاط الأساسية التي على الطالب الانتباه إليها أثناء دراسة أي وحدة جديدة. الحركة الموجية، ماذا نقصد بالحركة الموجية؟ الحركة أو الموجة، الموجة هي اضطراب ينتشر في الوسط ناقلا معه الطاقة. ماذا نقصد بالوسط؟ الوسط هو المادة التي تحدث فيها الاهتزازات، ويمكن النظر إليه على أنه سلسلة من الجسيمات المترابطة. لدينا هنا الموجات الضوئية المرئية، الوسط اللي بتنتشر فيه هو الفراغ أو الهواء. هنا الموجة الزلزالية، الوسط اللي بتنتشر فيه الموجة الزلزالية هو باطن الأرض. هنا موجة في زنبرك أو موجة حبل، هنا الموجة الصوتية اللي بتنتشر في الهواء. أي موجة تحتاج إلى مصدر مهتز، الموجة ما بتحدث لحالها. عندنا اهتزاز وتر، اهتزاز فرع شوكي، رناني، بندول بسيط، ملف زنبركي، غشاء طبلة، اهتزاز حبل، اهتزاز سطح الماء، كلها مصادر مهتزة بتعطينا أمواج. ما المقصود بالموجة وكيف تنتقل في الوسط؟ الموجة كما ذكرنا هو اضطراب. الاضطراب ينتشر في اتجاه معين وبسرعة معينة في وسط ما، ولا يستلزم ذلك انتقال جزيئات الوسط الذي تسري فيه الموجة، بل أن جزيئات الوسط تتحرك حركة اهتزازية دورية حول مواضع اتزانها، أي مواضع استقرارها، أي تتحرك حركة توافقية بسيطة يمكن تمثيلها بيانيا بمنحنى جيبي. لاحظ الرسم هذا، لدينا النقاط الزرقاء عبارة عن جزيئات الماء التي تتحرك حركة اهتزازية إلى أعلى وإلى أسفل، أو حركة دائرية إلى أعلى وإلى أسفل، ناقلة الطاقة إلى الجزيئات المجاورة، وهكذا تنتقل الطاقة بالتصادم بين جزيء وجزيء آخر فتنتقل الاضطراب أو الموجة أو الطاقة. الموجة تنقل المعلومات والطاقة من نقطة إلى أخرى، الموجة هي اضطراب، ما تنسى. تقسم الأمواج من حيث طبيعتها إلى قسمين. القسم الأول الأمواج التي تحتاج إلى وسط مادي لانتقالها وتسمى الأمواج الميكانيكية، والأمواج التي لا تحتاج إلى وسط مادي لكي تنتشر فيه مثل الأمواج الكهرومغناطيسية. الميكانيكية مثل الصوت، يحتاج إلى إذا ما في هواء ما بنسمع مع الصوت، أو أمواج الماء، الأمواج الزلزالية اللي بتنتشر في الماء وفي باطن الأرض، الأمواج التي تنتشر في زنبرك. أما الأمواج الكهرومغناطيسية، الضوء والأشعة السينية وأمواج الميكروويف وأمواج الراديو والتلفاز. كيفية انتقال الموجة الميكانيكية؟ عندما يهتز المصدر المهتز، إذا لازم مصدر مهتز حتى تتوصل صار عندنا موجة بكيفية معينة تهتز أجزاء الوسط المحيط به بنفس الكيفية بنفس التردد والطول الموجي، وينتقل هذا الاهتزاز من نقطة إلى أخرى في الوسط على التتابع بانتظام على هيئة حركة موجية مثل ما شفنا عنا هنا. يمكن تصنيف الموجات الميكانيكية إلى نوعين، الموجات الطولية اللي بيكون فيها الاهتزاز يوازي الانتشار، والموجات المستعرضة اللي بيكون فيها الاهتزاز يعامد الانتشار. مثلا الموجة في الزنبرك موجة طولية، هذا الانتشار والاهتزاز يمين يسار، هذا الاهتزاز. موجة طولية أخرى، هذه موجة طولية، لاحظ الانتشار يكون بهذا الاتجاه والاهتزاز يمين يسار. موجة مستعرضة، لاحظ النقطة عم تهتز، النقطة الحمراء هذه تهتز إلى الأعلى وإلى الأسفل، إذن والانتشار في هذا الاتجاه. هنا النقطة الزرقاء هنا تتحرك إلى أعلى وإلى أسفل، لكن الاهتزاز يعني هذا انتشار وهذا اهتزاز، انتشار واهتزاز، هنا انتشار واهتزاز، هنا اهتزاز وانتشار. مقارنة ما بين الموجات الميكانيكية والموجات الكهرومغناطيسية،
الموجات الميكانيكية تحتاج إلى وسط مادي هناك في الفراغ أو الأوساط المادية. الموجة الميكانيكية بيكون الاهتزاز فيها عمودي أو في نفس اتجاه انتشار الموجة، إما بتكون طولية أو مستعرضة. بالنسبة للموجات الكهرومغناطيسية اهتزازها تنتشر عموديا على اتجاه الحركة الموجية، يعني موجة مستعرضة. هون أمثلة على الموجة الميكانيكية وأمثلة على الموجة الكهرومغناطيسية. الموجات المستعرضة والموجات الطولية. الموجات المستعرضة الاهتزاز بيكون في اتجاه عمودي على اتجاه الانتشار، هذا الانتشار وهذا الاهتزاز. الطولية الاهتزاز والانتشار بنفس الاتجاه، هذا الانتشار واهتزاز. الشكل هي شكل الموجة المستعرضة وهذا شكل الموجة الطولية، هذا وهذا، لكن مشان التسهيل الدراسي بيحولوها إلى موجة جيبية. أمثلة موجات عبر الأوتار المهتزة عرضيا والموجات المائية، الموجات التضاغطية في النابض والموجات الصوتية في الهواء. الطول الموجي بالنسبة للموجات المستعرضة هي المسافة بين قمتين متتاليتين أو المسافة بين قاعين متتاليين أو المسافة التي تقطعها موجة، يعني المسافة هذا الطول الموجي، هذه قمة وقمة طول موجي، أو المسافة بين قاع وقاع طول موجي، أو لهنا المسافة هذه تعتبر طول موجي. بالنسبة للموجة الطولية هي المسافة بين مركزي تضاغطين متخلخلين أو متتاليين، هي تضاغط أول وهي تضاغط ثاني، هذا طول موجي، أو تخلخل هذا وتخلخل هذا، هذا طول موجي. التضاغط هو الموضع الذي تتقارب فيه جزيئات الوسط من بعضها، والتخلخل هو الموضع الذي تتباعد فيه جزيئات الوسط عن بعضها البعض. كل موجة طولية تتكون من تضاغطات وتخلخلات مثل هذا الرسم. هذه موجة دورية طولية، ليش بنسميها دورية؟ لأنه الاهتزاز مستمر، يعني كل جزيئات الوسط عم تهتز. هون نبضة طولية، هون لاحظ تضاغط واحد وتخلخل واحد عم ينتشر في الوسط. إذا النبضة الطولية عبارة عن تضاغط وتخلخل واحد، أما الموجة الدورية الطولية تضاغطات وتخلخلات متكررة. هذه النقطة، هذه أعلى نقطة نسميها قمة الموجة، وأدنى نقطة نسميها قاع الموجة. طول الموجة هي المسافة بين قمتين متتاليين أو قاعين متتاليين، أو المسافة اللي بتقطعها الموجة، هذه هي المسافة اللي بتقطعها الموجة. هذا اتجاه الانتشار وهذا اتجاه الاهتزاز. سعة الموجة، هذه هي سعة الموجة، هي سعة الموجة بالموجب وسعة الموجة بالسالب، وسعة الموجة دائما نرمز لها بالرمز A. لاحظ هنا هي سعة الموجة في الاتجاه الموجب وهي سعة الموجة في الاتجاه السالب. موجة دورية مستعرضة هي سلسلة من القمم والقيعان، يعني جميع جزيئات الوسط تشكل قمما وقيعان. النبضة المستعرضة هي قمة، هي عبارة عن قمة أو قاع، يعني جزيء واحد بيتحرك فقط بالوسط. أما الموجة الدورية المستعرضة جميع الجزيئات اللي بتتحرك. بعض أشكال الأمواج موجات مستقيمة، موجات دائرية، وموجات كروية. المستقيمة في حبل أو زنبرك، الدائرية على سطح الماء، الكروية مثل في أعماق المحيطات وفي باطن الأرض. بتمنى أكون وصلت لكم الفكرة بأبسط ما يمكن، أنا محاول أبسط مشان طول الفيديو ما يزعجكم أثناء الاستماع، وبنتظار تعليقاتكم.